هذا يسأل عن مسجد فيه قبر، مسجد فيه قبر، هذا لا تجوز الصلاة فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، ونهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. فإذا كان القبر حادثا في المسجد والمسجد قديم، فإن القبر يحفر ينبش وينقل إلى المقبرة ويخلى المسجد منه. وإن كان القبر هو القديم والمسجد حادث فيهدم المسجد ويبقى القبر على ما كان، ولا يجتمع مسجد وقبر أبدا في الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.